من الصعب عقبها. التواصل يستمر متابعينا ومشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات، أشواط الخير والبركة من هنا من ميدان التحدي في هذا السباق المحلي الثاني، شوطنا الثالث والعشرون الخاص للبكار الحقائق، ينطلق من مسافة 2 كيلومترات. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مباشرة مع أول المراكز مع متعبة مسعود بن سالم بن حمد الفهيدة المري، من يسيطر على مقدمة الشوط. نقلتنا مباشرة إلى ثاني مراكز، هنا الوصول من خلال تواجد هذا الشعار والانطلاقة، الانطلاقة من بنت خوف لمحمد بن عبيد بن محمد العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث التحديات، الوصول من الكادرية، حمد بن عبد الله بن سعيد البخيت المري من يسيطر على ثالث المراكز. المركز الرابع من الجانب الآخر اللي يحمل الرقم 7، هنا القدوم متابعينا الكرام من تشريف لسالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري من يسيطر على رابع المراكز. المركز الخامس، وتابع الشعارات والأسماء اللي تدخل وانطلقت هنا متابعينا الكرام، هنا الوصول والانطلاقة في هذه اللحظات من مزنة، ناصر بن علي بن عبيد المريزيق المري على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولنا عودة إلى الصدارة مع القيادة والريادة والسيطرة. هنا لا زالت مع متعبة على المركز الأول، متعبة لمسعود بن سالم بن محمد الفهيدة المري على الصدارة مع متعبة، وانطلقت متعبة في هذا الشوط، شعار الفهيدة يسيطر تمام السيطرة مع مسعود بن سالم بن محمد الفهيدة المري المركز الثاني. ولكن المتابعة هنا شعار بن قطامي على أول المراكز المركز الثاني، وتابع يا سلام وصلت الدوحة الحجاب بن حمد بن محمد آل بحيح المري على ثاني المراكز. المركز الثالث، تشريف لسالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع، القدوم متابعينا الكرام، وصلت في هذه اللحظات والمتابعة من الكادرية لحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت المري، ولكن أعود بمقدمة الشوط، أعود للصدارة وتابع المقدمة والمركز الأول. هنا الانطلاق، المركز الأول الدوحة لحجاب بن محمد أو حجاب بن حمد بن محمد آل بحيح المري على الصدارة، ولكن أتابع شعر بن مانع قادم مع المركز الثاني. يا سلام المعجزة، ولكن شعار الشراب، نعم شعار الشراب وأيضا القدوم في هذه اللحظات اللي يحمل رقم 70، ولكن أعود مع الصدارة. أعود، تهانينا وألف مبروك لمالك الدوحة لحجاب بن حمد بن محمد آل بحيح المري على فوز الدوحة بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول، خطر لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. المركز الثالث كان الوصول من بارودة لعلي بن علي بن سنيد الدعية، تهانينا والناموس. المركز الرابع كان الوصول متابعينا الكرام، سيادة لعبد الله بن محسن بن علي أنديله المري. المركز الخامس، المركز الخامس نحيل إلى أعضاء لجنة الخط والتحكيم، تهانينا والناموس متابعينا الكرام. الدوحة حجاب بن حمد بن محمد آل بحيح المري على فوز الدوحة بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط. هذه الدوحة مع الأمتار الأخيرة، هذا ملخص الشوط كما تتابعون أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان. هنا الدوحة من غيرت إلى الصدارة، شعار حجاب بن حمد بن محمد آل بحيح المري، ولحظات التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية، 3 دقائق 6 ثواني 74 جزء من الثانية، التهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني المعجزة، عبد الله بن محمد بن علي الحسن المري، والتوقيت الزمني 3 دقائق 7 ثواني 74 جزء من الثانية، التهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول،
التوقيت الزمني 3:07:76 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفايزين.